أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ موريتانيا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما عن خصوصية هذا المؤتمر، يأتي في وقت بحاجة الأمة لمثل عقد هذه المؤتمرات من أجل إحياء سنة رسول الله، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحياني. فكل فرد من أفراد الأمة إذا أحيا سنة من سنن رسول الله فقد أحيا الله رسوله في ذاته، أحيا الله في بيته، أحيا الله في مجتمعه، أحيا الله في أمته، أحيا الله سبحانه وتعالى في أمته. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني. والله جل وعلا يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن حبا برسول الله، وعندما تحب هذا النبي الكريم وتعشق سيرته صورة وسيرة وسريرة، يكون إسلاما وإيمانا وإحسانا، تأتي بأركان هذا الدين. أسأل الله تعالى للقائمين على هذا المؤتمر العالمي لسيرة الحبيب مصطفى أن يزيم عنا خير الجزاء وأن يحسن لهم المثوبة. أخص بالذكر السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على هذا الترتيب وعلى هذا الترحيب وعلى حسن الضيافة وعلى حسن الإقامة. أسأل الله كما فرح بسيرة رسول الله أن يفرحه الله بجمع القلوب عليه في موريتانيا، وأن يجعله إن شاء الله قائدا فذا ينتصر بصورة رسول الله، ينتصر بسيرة رسول الله، ينتصر بسريرة رسول الله. كما أسأل الله تعالى لأخي وحبيب قلبي وسيدي العارف بالله الشيخ محمد الحافظ النحوي على هذا الإجلال للسادة العلماء وللسادة الأدباء وللسادة المفكرين، وعلى حسن الضيافة وحسن اللقاء. كما أسأله أن يجعل هذا في ميزان حسنات كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر العالمي لنصرة سيرة الحبيب المصطفى، وعلى أمل اللقاء في سنوات قادمة، وتكون إن شاء الله ويكون الخير والعطاء لأهلنا في موريتانيا. وأشكر لكم من خلال قناتكم هذا التفعيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.